زيادة على ذلك فقد ابتكر ووصف عملية القسطرة، وكان أول طبيب يقدم على استخدام مضافات مزدوجة في العمليات الجراحية. وتظهر الإشارة إلى فخره العظيم في إنقاذ عدد كبير من النساء اللواتي يعانين من أمراض الولادة وغيرها من أمراض النساء، فقد كان مآل أمثالهن ممن سبقنا عهد الزهراوي هو الموت المحقق. عرف في الغالب اسم أبو القاسم، وقد ضمت كتبه خبرات الحضارة الإسلامية وكذلك الحضارتين الإغريقية والرومانية من قبله. كتب الزهراوي كانت أساس الجراحة في أوروبا حتى عصر النهضة، وأعظم إسهام له في الحضارة الإنسانية كان الكتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، والذي تألف من diseases, diagnosis and treatment, describing surgeries and illustrating surgical instruments which he invented. He was not only one of the greatest surgeons of medieval Islam, but a great educationist, psychiatrist, and philanthropist. Il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'erreur.